ما قامت به دولة الجزائر أو الفرق الجزائرية، الحقيقة الفرق الإنقاذ يعني تم إعلامنا، هناك فريق متكامل وهو ذاهب إلى هذه المنطقة، يجد أمامه يعني في البداية وجد أعتقد أنه 40 جثة أمامه، ثم حاول أنه يتقدم إلى الأمام قليلا وجد مئات الجثث. المعلومة التي وصلتنا ويعني أعتقد أن هي تم نشرها من خلال حتى صفحات التواصل الاجتماعي، هناك عمارة تقع بعمق البحر، أعتقد أنها هي 80 متر عمق البحر، موجودة بأهلها وبسكانها، وهناك سيارات يعني توجد فيها أعضاء يعني أشخاص من البشر. مجمل الحوادث يعني الكارثة اليوم، نجد هناك يوميا تتزايد الارتفاع في الجثث. يعني نحب نوجه ونحب نحيي الفرق الإنقاذ من دولة الجزائر، ما يقومون به من عمل متواصل حتى ساعات متأخرة من الفجر، ويعني في توقيت متأخر، ويعني الحقيقة يعني للأسف هذه الأخبار لا يمكن أن نتحدث إن هي أخبار مفرحة، ولكن أخبار سيئة جدا وأخبار حزينة جدا. نسأل الله أن يتقبل كافة الشهداء الضحايا هذا الطوفان، ولا نستطيع أن نقول أعصار، بل هذا الطوفان الذي هجم على المنطقة الشرقية وأصبحت هناك مدن مدفونة وبعض القرى يعني نستطيع أن نقول لا توجد على الخريطة الليبية. هذا ما يعني بتاريخ اليوم، يوم الأحد 17 سبتمبر، الآن الساعة 3:30 ظهرا. شكرا، مع السلامة.